قبل ساعات قليلة أنهت القوات الأمنية في محافظة ديالى الصفحة الأولى للمعارك التي تخوضها ضد عناصر تنظيم داعش لإنهاء صفوة التنظيم على ناحيتي السعدية وجلولة. المعارك التي نفذتها سرايا سوات والشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبي فضلا عن قوات البيشمركة وبإشراف هادي العامري أسفرت عن تطهير 7 قرى ومقتل 20 من عناصر داعش وبلوغ القوات الأمنية إلى مسافة قريبة من ناحية السعدية وتطهير طريق إمام ويس الحدودي الرابط بين العراق وإيران. حاليا على مشارف السعدية وصلنا أمامنا كعملية عسكرية أنه تعتبر السعدية من المناطق الساقطة حاليا تحت أنظار قطعاتنا وإن شاء الله بالأيام المقبلة إن شاء الله سيتم تحريرها بالكامل. الحدث الأبرز في هذه المعارك ووفقا للقيادات الأمنية تطهير الطريق الدولي المؤدي إلى منفذ المنذرية الحدودي والرابط بين العراق وإيران وهو من أهم الطرق التجارية في العراق. طريق دولي يربط العراق بإيران وبقية الدول الأخرى، حققنا نصر كبير ولاحظنا أن العدو انهار أمامنا أمام هذه الضربات القوية الرد السريع وقوات الشرطة ديالى البطلة وأيضا قوات الشرطة الاتحادية عالية معابر حدودية كمعبر المنذرية. فهذا اليوم أصبح داعش في مكان ضيق، سيتم إن شاء الله معالجته قفزات أخرى. عملية التقدم واجه صعوبات عدة أبرزها نصب عشرات العبوات الناسفة فيما تستعد القوات الأمنية في محافظة ديالى وبمشاركة قوات البيشمركة لتضييق الخناق على عناصر تنظيم داعش في المناطق التي تخضع إلى سيطرة التنظيم في ناحيتي السعدية وجلولة. المعركة تميزت بثلاث شغلات رئيسية. القضية الأولى مثلت بها هو وحدة القيادة والسيطرة، وكانت الأوامر تصدر من مقر واحد والقطعات المنفذة الواجب سواء كانت الشرطة الاتحادية أو الشرطة ديالى البطلة والقطاعات الساندة لها كانت تنفذ الأمر من وحدة القيادة والسيطرة واحدة. بكرة راح نباشر بالواجب تطهير السعدية وإن شاء الله تسمعون الأخبار لاحقا. قتل داعش 20 قتيل الحصيلة النهائية. أهمية المكان هو المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة الإسلامية داعش مثل ما هو طريق الإمدادات للتنظيم، فضلا عن ذلك هو طريق الرئيس الرابط بين العراق وإيران من طريق إمام ويس الدولي. هادي العنبقي، الحرة.